رندلا، شو أشهر عبارة أو موقف تتذكري فيه العماد عون تلقائياً؟ طبعاً يستطيع العالم أن يسحقني ولكنه لن يأخذ توقيعي. طيب برأيك هيدي جملة هيك من فراغ؟ إنه وقفة عنترية على المنبر أو مبدأ حكم كل مسار العماد عون من أول وعيه العسكري والسياسي؟ ما بيقدر حدا يعمل وقفات عنترية بظل الظروف اللي كانت سائدة. كان العماد عون محاط عسكرياً، محاصر من الجيش السوري والميليشيات سوا، ومعزول دبلوماسياً باستثناء اتصالات بقيت قائمة مع فرنسا والفاتيكان. بس ليش بالضبط رفض التوقيع وعلى شو؟ انطلب منه يسلم ويوقع على اتفاق الطائف، ما رد بين أربع حيطان، طلع على شرفة قصر بعبدة وقدام 100,000 متظاهر وأكثر من كل لبنان، وقال يستطيع العالم أن يسحقني ولكن لن يأخذ توقيعي. وبعد كم يوم كانت 13 تشرين. طيب وشو العبرة من هالكلمة، خصوصاً أنه كان خسران المعركة؟ لو وقع، يعني لو استسلم، ما حدا منا، نحن اللي صرنا التيار الوطني الحر، كان إله حق ينادي حرية، سيادة، استقلال. كان معه أهم ورقة وهي عدم التنازل. عدم التوقيع كان أول صرخة مقاومة جسدت 15 سنة نضال وأثمرت عودة ميمونة كرر فيها الشعار نفسه. وبعد 27 سنة عمل رئيس على جمهورية حرة سيدة مستقلة، وعم يرفض مرة جديدة يوقع عصاك تنازل عن حق اللبنانيين بوطن بليق بأمالهم وطموحاتهم وتضحياتهم. وعدم توقيعه هو صرخة باسمنا كلنا من أجل التحرر. مش هو اللي قال لما رجع من المنفى، معركة التحرير خلصت وكانت صعبة، وبلشت المعركة الأصعب اللي هي معركة التحرر؟